ما تعجبش غير باك ليبر وهو غدا محامي كبير في هذه البلاد. ما تقولش واو هذا الانجاز اللي دار هذا السيد خصو يكون قدوه ديالي. خمو ولد مسؤول كبير في هذه البلاد. ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال با لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج. وشهد شاهد من اهلها. صدق الله العظيم على جوج ديال الاشياء. على الايه وعلى التعليم في هذه البلاد. وزير وسط حكومه اخ النوس ياكد بانه ما تيثقش في التعليم ديال هذه البلاد وان التعليم في هذه البلاد والمهن الحره ديال هذه البلاد ما صالحه غير الناس اللي عندهم الفلوس وكيقراو ولادهم في موريال. موريال ماشي المغرب ولد البوفريه. وكياكد لي بان التعليم والوظائف في هذه البلاد محامي غيكبر محامي ولد البرلماني ولد بو غيكبر برلماني ولد القاضي ولدو غيكبر قاضي ولد رئيس الجهه ولدو ما غيكبر الا رئيس الجهه وان هذا الشيء هذا كله غيمشي بالوراثه. انا با علمني وقال لي انت ولدي راه بوفريه وغتقرا هنا. لقيت مشاكل في التعليم وجيت نقولها لوزير التعليم ما تقش فيا وما تحسش بيا حيت ولدو ما قراش هنا. امي فقيره تداوت هنا. تلاقيت مع وزير الصحه وبغيت نشكي عليه المشاكل اللي لقيت في قطاع الصحه ما حسش بيا حيت هو وعائلته كيتداووا على برا. جيت ولقيت مشاكل في السياحه الداخليه ودوزتها مع ولاد الشعب هنايا. جيت عند وزيرة السياحة وبغيت نشكي عليها. لقيتها هي كوزيرة السياحة مشات دوز الباكونس في الزنجبار مع بنتها وراجلها. كيفاش هي غتحس بك؟ إذا كانوا هاد الناس اللي القدوة ديالي كيدوزوا على برا، كيفاش بغيتي هاد الناس يثقوا بك؟ الناس اللي دوزوا امتحان المحاماة، الحقرة اللي حسوا بها أنا نقولها لك، الناس كبروا قراوا ولاد البوفرية، قراوا في ديك الجامعات اللي ما كيتيقوش فيها المسؤولين، قراوا في المدارس اللي ما كيتيقوش فيها المسؤولين، المدارس الحكومية واللي أنا مازال كنثق فيها، وعندي قدرة وكل تأكيد بأن ولاد اللي قراوا فيها هما الرجال اللي غيزيدوا بهذ البلاد، ومازال أملي كل أمل بأن هذ البلاد غتزيد القدام بهم هما ماشي بولادكم أنتوما، حيت ولادكم كيجيو غير بالمناصب، ولد البرلماني ما اتصلوا به حتى داز 8 شهور تنبير وانتخابات عاد عرف راسو نجح وجا من فرنسا كيجري، وجا من كندا كيجري، وجا من أمريكان كيجري، وتفاجأ بأنه داخل عالم السياسة هو ما كيعرف والو، ولكن تخيل معايا الحقرة الكبيرة، وأنه أن الناس اللي كيعطيوها التصريحات المستفزة هادوك الناس اللي جازوا مهنة المحاماة هما تقوا فيهم، الناس ديال المحاماة كيتصلوا بيا كيقولوا يا أخي أشرف طرحوا علينا 20 سؤال وما كناش متوقعينه، داروا مادة الفرنسية ما كناش متوقعينه، ولكن الكارثة الكبرى هي من اللي خرجنا ولقينا أن الامتحانات ديجا تسربات وان معظم الناجحين كينتميو ولد البرلماني ولد المحامي ولد رئيس الجهه ولد رئيس مصلحه الاعمال الاجتماعيه ديال هنا وهنا 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 وهنا. يعني انا يعني وزير العدل ما تيثقش في التعليم ديال هذه البلاد. كيفاش انا غنثق نصيفط بنتي تقرا في هذه البلاد؟ الحقره الخايبه هي ان الوزير سد عليهم وقال لهم الوظيفه حتى 30 عام وجتازوا مهنه المحاماه ما طالبينش من الحكومه صالير في الشهر طالبين منهم يعطيهم غير الترخيص.